السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالإقامة السكنية رائعة تقع في بلدية ولاد فايت، واللي يعني واحدة من أجمل الإقامات السكنية التي تم بناؤها في الجزائر. ونشوف هنا طراز معماري رائع يعني ما شاء الله، وخاصة كذلك يعني من الداخل، لأن هذه الإقامة تابعة للخواص ويتم بيعها وهي مفروشة يعني بكل الأثاث الداخلي. شيء رهيب يعني، ماذا بينا هذا المستوى تاع الإقامات يكون فيه معايير يعني بالنسبة للبناء بصفة عامة، والشيء يعني السلبي في هذا الحي يعني تاع الإقامات هو التهيئة الخارجية، رغم أنها مكتملة لكن الطرق ضيقة والأرصفة ضيقة. والله لازم المسؤولين يعني على المستوى أعلى مستوى لازم يأخذوا تدابير ويأخذوا إجراءات باش ما تتكررش هذه الأحياء اللي ضيقة وفي إهدار للمال. يعني كل هذه المجهود وهذا يعني المستوى تاع يعني تاع الإقامات، ومن بعد خسوها بالتهيئة. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.